طبعا. طب يا ترى انجي انت يعني انت طبعا زمان كنت مذيعه وكنت شاطره جدا كمذيعه، ايه اللي خلاكي تقرري انت تدخلي في عالم التمثيل؟ يعني انت كنت حابه انك تقولي ممثله ولا هي جت صدفه ولا ايه اللي حصل؟ انا اصلا دارسه مسرح واصلا كنت بمثل في الجامعه مسرح وكنت عايزه اتخرج واشتغل ممثله بس لظروف شخصيه انا ما قدرتش اعمل ده، فكان بالنسبه لي السكند بيست او البديل يعني هو اني اكون مذيعه. بس انا مش ما كان مش ده حلمي، انا كنت عايزه ابقى مذيعه وبعدين غيرتي رايك. لا انا كنت عايزه بالظبط. انت اساسا كنت عايزه تبقي ممثله والاذاعه هي اللي كانت السبب بعد كده انت تقدري تمثلي؟ لا هي يعني ما كانتش السبب المباشر بس كانت مرحله يعني قبل ما تدخلي في المرحله دي. حاجات كتير وانا مذيعه ان انا امثل بس وقتها كان برضو نفس الاسباب الشخصيه موجوده وما كنتش قادره اعمل ده. بس انا لما وقفت واقفه كده مع نفسي قررت ان انا لا انا همثل ايا كان بقى، كنت قاعده في بيتنا، كنت بشتغل مذيعه، كنت بشتغل في بنك، قرار مش مهم، انا خدت القرار ان انا همثل. هتمثلي؟ فمثلت. انا طول عمري فريش والله العظيم، بشتغل كده اسبوع ما بنامش ببقى زي الفل برضه. بس يلا الوقت اتاخر. اوكي روح. ثانك يو بيبي، خلي بالك من نفسك. انا سمعت ان اول دور اتعرض ليكي في السينما انت رفضتيه بسبب ان جوزك اللي قال لك ارفضيه، ده حقيقي؟ هو ما كانش عايز يشتغل في السينما، يعني هو مش في السينما، هو ما كانش يعني هي هو احنا الاثنين كنا متفقين ان احنا قلقانين قوي من فكره ان احنا ان انا اشتغل في المجال التمثيل لانه ديماندنج جدا ومرهق جدا ومواعيده ممكن تبقى مش منتظمه وعليه الاضواء قوي، واحنا يعني الاثنين ما كناش جاهزين لده. بس مع الوقت واحنا الاثنين كبرنا واحنا الاثنين فهمنا والوضع اتغير قوي الموضوع ده اتغير. فاه طبعا اول حاجه سينما جات لي انا ما قدرتش اعملها بسبب كان كده. دور قوي جدا في فيلم وانت بعد كده طلعتي قلتي انا كان نفسي اعمل فعلا اخد بس الدور ده. بس دلوقتي مش ندمانه على حاجه، انا بحس ان ربنا بيسبب الاسباب وبيديلك الحاجه في الوقت المناسب. بالظبط. فيمكن فعلا وقتها ما كانش الوقت المناسب.